السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. في إخوتي الأحباء موضوع تابع لموضوع الرانات، وحبيت أني أوضحه يعني بشكل أكثر دقة قليلا، و عن طريق يعني عرض ما يمكن عرضه من صور مناسبة لهذا الموضوع خلال هذه الجلسة القصيرة. في هناك يعني إن شاء الله أعتقد أنه الكاميرا واضحة أو الصوت أيضا إن شاء الله. إخواني الأحبة، أهم شرط من شروط انك تعرف انه الجرن المفتوح امامك او الجرن اللي موجود في مكان معين وقطره بحدود مثلا من 15 الى او من 25 الى 60 سنتي او 50 سنتي او اكثر قليلا، اذا اردت ان تعرف وتتأكد انه هذا ران ام لا، احد شروط المعرفة هنا انك تنتبه لوجود السيالات او وجود اي اشارات على فم الجرن من الداخل. اذا وجدت اي اشارات على فم الجرن، يعني المقصود بالفم هي الفوهة، اعلى نقطة في الجرن، اذا وجدت اي علامات سواء سيالات خارجة من الجرن او علامات بصمة، جرون صغيرة، ثقوب موجودة، شطفات وغيرها موجودة على فم الجرن، فاعلم أن هذا لم يكن رانا في يوم من الأيام ولا يمكن أن يكون ران. هذا السبب، هذا الشرط الأول، وهو طبعا شرط مهم، وهذا الشرط أيضا ينطبق أيضا على جرون المال. يعني أنت عندما ترى جرن صغير، جرن قطره 15 إلى 20 سنتي مثلا، ممكن أن يكون أكثر قليلا يعني عدة سنتيمترات، ووجدت أنه هذا الجرن أو أحببت أن تعرف أنه هذا الجرن هو جرن مال أساسا أم جرن طبيعي عادي، جرن إشارة وغيره. جرن المال أيضا نفس الشرط اللي تكلمنا عنه في جرن الران أو الران، هو أيضا ينطبق على جرن المال. فإذا وجدت أن جرن المال هذا أو هذا الجرن اللي قطره مثلا 20 سنتي وعمقه نفرض 30 سنتي أو 20 سنتي أو 15 سنتي، وجدت بأنه يوجد على فم هذا الجرن أي علامة على فوهة الجرن، يعني داخل الجرن أو على حرف الجرن بالضبط، بحيث أنه جزء من العلامة يكون داخل الجرن، فاعلم أن هذا ليس جرن مال، وإنما جرن قد يكون جرن إشارة وقد يكون جرن طبيعي أو جرن للاستعمالات اليومية. هذه النقطة إخواني الأحبة مهمة جدا، يعني كما تشاهدون في الصورة المعروضة هنا، يعني لاحظوا كيف أنه الجرن واضح هنا، هذا سيال داخل في الجرن، إذن هذا لا يمكن أن يكون، وهذه العلامة داخلة في الجرن، إذن لا يمكن هذا أن يكون ران في يوم من الأيام، ولا يمكن أن يكون قد غطي بغطاء من أي نوع كان، قد يكون مطمور بالتراب وغيره، ولكن أن يكون مفرغ من الداخل يحتوي على مقتنيات وكذلك كان عليه غطاء من الصخر أو من نوع الجرن أو من نوع المادة الصخرية أو من طينة مخالفة، هذا لم يحدث ولم يكون في يوم من الأيام نهائيا. أحب أن أنوه إلى نقطة معينة، يعني وجدت بعض الشباب يركزون عليها. هذه النقطة هي يعني إنكار البعض لوجود الرانات إخواني الأحبة، وإنكار البعض لوجود جرون المال، وإنكار حتى ليسوا بعضا بل أكثرية، وهذه مشكلة. يعني إذا كنت أنت أخي الحبيب يعني لا تؤمن بهذا الشيء، فهذا ليس ذنبنا. جرون المال موجودة، الدفائن السطحية موجودة، الرانات موجودة، وقد وجدنا منها الكثير رانات مفتوحة وتحتوي على إشارات، وكثير أيضا موجود ولكنها يعني بشروط خاصة.
موجودة هذه المقتنيات، موجودة سطحية، قد تكون الصخرة صخرة معينة في أرض معينة تحوي جرن مال أو أكثر، أو تحوي ران أو أكثر، ولكن أنت أيها الحبيب لا تؤمن بهذا الموضوع، هذا شأنك، ولكن لا تعمم. أرجو أنه من لا يريد التعلم أن لا يحاول تكسير همم ومعنويات باقي الإخوة اللي عندهم رغبة في التعلم، وعندهم رغبة في أن يصطادوا بعضا من هذه المقتنيات يوما ما نتيجة التعلم. يريدون أن يتعلموا وأنت لا تريد أن تتعلم، هذا شأنك. اترك الآخرين يتعلمون، دعهم يأخذون حقهم كاملا. إذا كنت أنت عندك عجز ما، عندك عجز ما في إحدى قدراتك، فكثير من الإخوة عندهم قدرات متكاملة، كثير من الإخوة المتابعين وصلوا إلى مرحلة يكادون أن يكونون أبدع مني في هذا المجال، وأقولها بكل تواضع، أنا إنسان عادي. كثير من الإخوة استطاعوا الوصول إلى مقتنيات، كثير من الإخوة وصلوا إلى هذا الصوت، يعني اللي هو انذار الحظر، بداية وقت الحظر. كثير من الإخوة وصلوا إلى أن يحصلوا على مقتنيات فعلية، وبعضهم حصل على مجوهرات، وبعضهم حصل على ذهب ودفائن نتيجة متابعة هذه القناة. وأنا غير مجبر أني أذكر أسماء أو أعرض صور لما يعرضونه، لأنكم تعلمون جميعا أن هذا يعني من باب يعني المحظورات في كل مجتمعاتنا وفي كل وعند كل حكوماتنا. كثير من الإخوة استطاعوا أن يحققوا علما مهما، استطاعوا أن يصلوا إلى إبداع علمي أيضا في هذا المجال. فإذا كنت أنت أخي الحبيب لا تتصف بهذا المفهوم، وما عندك هذه القدرات، فهناك من لديه القدرات الكاملة والمناسبة لمتابعة هذا العلم ومتابعة محاولات تحقيق أهدافه. من الموضوعات الدقيقة في عملية، تكلمنا عنها سابقا، في عمليات البحث عن الدفائن السطحية وبالذات الرانات، هي أن تبحث إخوان الأحبة عن وجود الرانات في منطقة فيها أثار، فيها دفائن، فيها على الأقل أنت قد لا تعلم أن فيها دفائن، منطقة تجذبك من بعيد، منطقة الملاحظة الناظر إليها يستطيع أن يتوقع أو ينجذب إليها، فيها نوع من مثلا الصخور الغريبة الشكل، وهذه الصخور مثلا لا تتوفر في مكان آخر أو حول أو في المنطقة، هذه الصخور تكون نادرة، هذه الصخور موجودة هنا فقط في هذا المكان. إذا ابحث حولها، ابحث في هذه، لكن انتبه إلى نقطة مهمة، لا تبحث داخل الصخور المتفككة أو الصخور المنقولة، ابحث داخل الصخور الثابتة الممتدة اللي على الأغلب يكون سطحها من الأعلى مستوي وممتدة وبيضاء أو سوداء من بعيد، يعني أنت تراها من بعيد ترى هذه الصخرة ملحوظة، وغالبا أحيانا تكون مقصوصة، يعني لها قص، لها منظر من الحرف مثلا، مقصوصة بزاوية معينة، بزوايا معينة، بشكل قوسي مثلا، قد يكون مثل هذه الصخرة مؤهلة إنها تحمل دفائن سطحية. فأرجو أنه إخواني الأحبة نكون على مستوى هذا العلم وعلى مستوى هذه المعلومات اللي أخذناها الآن وتعلمناها، وفي نهاية هذا اللقاء المتواضع لا تنسونا من صادق دعائكم بظهر الغيب. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحمن.